الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام مشاهداتنا الكريمات، أينما كنتم وحيث بحللتم مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم يسألونك. وباسمكم أرحب بضيف الكريم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الفقيه سيدي العوني بن محمد الزاوية، وهو عضو بالمجلس العلمي المحلي لعمالة صخيرة مال أستاذنا الكريم. أهلا وسهلا. شكرا لكم. بارك الله فيكم أستاذي. ومرة أخرى حول مائدة نلتقي حول مائدة فقه العبادات ومجموعة من الأسئلة، نبدأها بهذا السؤال من السيدة نعيمة من مدينة الرباط، تقول: هل يجوز للمسح في التيمم إلى المرفق دون إزالة الملبوس لأنني أتيمم أمام الرجال؟ هذه السيدة شكرا لها على السؤال، فما دام تتيمم أمام الرجال وتقول هل يجوز لها المسح على الملبوس يعني على اللباس، ما يكفيها شيء، لكن من حقها أن تقتصر على الكفين فقط ولا تبدي ذراعيها أمام الرجال إن استحيت، فتقتصر على الفرد، والمسح على إلى المرفقين سنة كما قال ابن عاشر رحمه الله: سننه مسحهما للمرفق. هذه سنن التيمم، تكتفي بالفرض والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وتصلي إن شاء الله الفرض. أستاذ يعني هذا الكوعين، من الكوعين إلى المرفق هو هنا، من الكوع إلى المرفق سنة، ومن الكوع إلى رؤوس الأصابع فرض. هذا هو اللي فرض. أيس الكفين، يعني لو بغينا احنا نتيمو إذا كان الإنسان يعني ظروف أي ظروف قاهرة، تكتفي بالفرض تقتصر عليه، والله لا يضيع أجر من حسن عمله، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. سننتقل إلى أول سؤال صوتي في هذه الحلقة. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أريد أن أسأل في زاوية على سؤال اللي لابس تقاشر ويدوز عليهم ويدو، واش دايز الوضو ديالو ولا لا؟ مرحبا. مرحبا السائل الكريم، وتسمع الجواب ان شاء الله، ولكن قبل ما تسمع الجواب من خلالك نخاطبوا جميع المشاهدين والمشاهدات المتابعين والمتابعات لهذا البرنامج، الله يجزيكم بخير، لما تبغوا تسجلوا السؤال ديالكم صوتي، شوفوا الوقيته اللي تكونوا في مكان هادئ، مكان ما فيهش الصداع، ما فيهش حاجه، لان كاين بعض الاسئله راه ما كان راه واخا كتسولوا تسجلوا انتم ما كتنتبهوش، كيكون مثلا القرآن كيتقراو نتوما كتسجلوا شي مره، احيانا كتكون اشياء كثيره يعني كتسمعوا ليها وانتوما كتسجلوا الصوت، راه ما يمكنش لك باش نحيلوه على الساده العلماء والسيدات العالمات، فالله يجازيكم بخير. الاسئله لما نبغيو نسجلوا واحد السؤال صوتي يكون حتى شي حاجه ما مطلوقه حدانا وفي مكان هادئ، باش السؤال ديالكم يكون واضح ويكون مبني على الاختصار. الاختصار الله يجزيكم بخير دائما. سؤال ديال السائل الكريم استاذ كيسول على المسح على التقاشر في الوضوء، واش يجوز ولا لا؟ وهذا السؤال يطرح كثيرا. الجوارب هذا مما عمت به البلوى، الناس غير كي يسمع كيف يدير، ما كيعرفش بان هو في خلاف بين العلماء، المسح على الجوارب في خلاف، منهم من منعه لا داعي لذكر أصحاب المنع، لكن حتى إذا وقع ونزال وكان الإنسان في ضيق واضطر إلى ذلك، خاص الجوارب خاص تكون في واحد الصفات اللي هي غادي الجلد ديال الإنسان ما يحس ببرودة الماء، ما يكونش تقاشر راهم أرقاق، كاين الناس اللي وبعض المرات ويكونوا سهلين في النزع، من يكونوا سهلين في النزع لا يجوز المسح لأنه ما عنده حتى صعوبة، ورقاق ما يكفيهش ذاك المسح، اللهم يبقى في العازمة ويغسل رجليه أحسن. كاين اللي كيتعلل يقول لك أنا عندي حساسية بالأصابع، إلا غسلت غادي نضر من هذا. واش نمسح؟ إذا كان عنده هالضرورة
ومحققة، وسول الطبيب ديال هذا الشأن وقال له أودي راه الماء كيضرك بالأصابع، هنا خاصو إلا بغى يمسح يكونوا تقاشر غلاد ويكونوا عاصيين في الإخراج ديالهم، أما لكان غير هكاك ألا يبقى في العازمة حسن. يعني تقاشر اللي كنلبسو حنا كاملين واللي كنمشيو بهم للخدمة ديالنا، ماشي تقاشر الحاليين اللي كاينين عند الناس كاملين. واحد 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 المستوى ديال التقاشر كيدوروا بين على الأقل جل الناس اللي كيلبسوا نفس التقاشر تقريبا. هاد التقاشر اللي هما متعارف عليهم وكنعرفوهم، واش هادو اللي نتاوب؟ لا إذا ما كاينش فيهم المسح هادو. لا المسح لا، على هادو لا. اللي عندنا دابا ما كاينش فيهم المسح. لا إلا لكان ضوبلهم. كان السمار كاين اللي كيضوبل. ملي كيكون البرد راك. إلا كان مضوبل ودعاته الضرورة، دعاته الضرورة. أما الاختيار لا، هذا هو الأصل في الاختيار لا. اختيار لا. ولكن هذا الحالة اللي ذكرتي أستاذ اللي كيكون عندهم سبعان ومرض، أي خاصة هذا ضرورة هيك أستاذ؟ هذه ضرورة، هذا على قبل يباح له التيمم ويباح له المسح، باش من ما يدخلش ضرورة على جسمه لا دواء لها. والدين ما كيضرش بالناس، إلا كانت هذه الضرورة نرجو الله المغفرة للناس والقبول. اللهم آمين. اللهم آمين. بارك الله فيكم أستاذ. تقول سؤال آخر، سيدة فاطمة اللوكيدي تقول: ما حكم الإفرازات التي تكون لدى المرأة أثناء الصيام والتي تشك في كونها مذيا؟ شكرا لهذا السائل على هذا، أو سائل على هذا السؤال. هذه الإفرازات هي لا تبطل الصيام، لا تبطل الصيام، ولكن تنقض الوضوء. الوضوء إذا كان مديا، هي قد تشك في كونه مديا. أي، وإذا شك، لأن الشك في العبادات كاليقين. الشك اليقين. أي كاليقين، وياك من شك في ركنين بناء اليقين. أيه. لا الشك في العبادات من غير معمول به، كاع المشكوك يطرح. حتى في الوضوء شي مره كتوقع لينا استاذ كنشك واش باقي مضي ولا ما باقيش. لكن هذا واحد شك عنده واحد الحاجه، تذكر باللي راه توضى غير قبيله وراه من هذاك الوضوء حتى لهنا الامور سليمه. هنا هذا يقين. يقين. هذا يقين. اذا نرجعوا استاذ للسائله. هذا اذا كان مديا من نواقض الوضوء، لأن المدي من نواقض الوضوء وليس من مفسدات الصيام. وإذا كان مثلا لأن هذا ناتج عن شيء ماشي مدي هكاك، ولكن نتج عن شيء، كما قال ابن عاشر رحمه الله كيقول: وإلا حرم. إلا كان لا يعلم من نفسه السلامة في دائما وأبدا راه يحرم عليه الفكر هنا، وفكر سليمة دأبا من المدي وإلا حرم. هذا يعني تفكير في الأمور ديال أي خاصو. والأصح قال: والأصح الحرمة قطعا لدابري هاد الوساوس. وهذا قال لك الإنسان إذا كان في الصوم أو في الصيام لا يفكر في شيء، ولكن يكثر من ذكر الله حتى يبقى الصوم في مكانه والإنسان في إنسانيته لا يخرج عن طوره حتى لا يقع في المحظور. هذا أستاذ ديال التفكير. هذا التفكير، هذا الحكم ديال التفكير. أي. يعني في الأمور اللي هي ديال الأمور ديال العلاقة ما بين المرأة والرجل. ولكن اليوم ولينا كنشوفوا حاجه اخرى، خاصه في ظل انتشار الهواتف، الانسان مثلا صايم رجل او امراه وكيشوف صور وكيشوف فيديوهات اللي هي فيها شويه ديال الامور كتحرك الغريزه ديالو، هنا كاين الحرمه كذلك ولا لا؟ يكره له هذا النظر، يقاس على الفكر. يعني بحاله اللي كيحرك الغريزه الفكر والانسان صايم. يعني ما هاد الامور يبعد منها الانسان، يكوس يبعد منها. اي طلب السلامه واجب.
ترجو سلامتها ولم تسلك سبيلها. إن السفينة لا تمسي على اليابسي، السفينة ما تمسيش على التراب، لا بد لها من الماء. ترجو سلامتها ولن تسلك سبيلها، إن السفينة لا تمشي على اليابسي. كل حاجة تمشي بلاصة. بارك الله فيكم أستاذ. سؤال آخر من الأسئلة الصوتية. مرحبا. السلام عليكم، أنا سميتي مباركة من شيشاوة. عندي واحد السؤال عفاكم. أنا الوالد ديالي مات في رمضان، عنده مرض السرطان، مرض قبل رمضان، ومات نهار 21 في رمضان. ودابا كنسول على رمضان اللي ديك لا يعني ما كانش كيصوم، كان ناعس في السبيطار. بنسول عفاكم على رمضان اللي ديك لا، واش علينا نردوه ولا شنو؟ واش غنصوموه ولا؟ مرحبا لاله، مرحبا، وتسمعين الجواب ان شاء الله. السائله وصلت كتسول على الاب ديالها في شي رمضان، كان مرض، اصابه المرض الخبيث، الله يجد لي الرحمات، وتوفاه الله في 21 يوم 21 رمضان، هذيك الايام اللي كل ديال رمضان فطرها. فالسائلة كتسول واش يمكن ليهم يصوموا ديك الأيام على باهم، أو يخرجوا عليه شي فدية، أو ماذا يفعلون؟ وهو سؤال يكثر في من طرف المشاهدين. شكرا لهذه السائلة على هذا السؤال. هذا السيد هي قالت أصيب بالمرض الخبيث بسرطان أو شيء من هذا النوع، ومات في مرضه، مات في هذا المرض في رمضان، وذكرت نهار 21. واش يصوموا عليه ديك الايام اللي فطرها، او اش يديروا؟ هذا السيد ميت في الرخصه، غير مفرط في القضاء ولا شيء عليه، ما دام في الرخصه اللي اعطاها الله، لان الله قال فمن كان منكم مريضا او على سفرين فعده من ايام اخر. هذا السيد ما بقاش عنده ديك الايام اللي هو غادي يقضي فيها، ما عاش وما صحش من هذا المرض، وكان عنده مرض مزمن، نرجو الله ان يسلم منه الجميع باش يشفي منه الجميع. هاد الناس يكثروا لباهم من الدعاء ومن الصدقات ومن الاستغفار، اما الصوم ما عليه والو، والله تعالى عليه والو. ياك استاذ الفديه، الفديه الفديه لا، الفديه ما يخرجوش عليه لا، حتى زكاه الفطر لا، لأنه ما وصلش الآخر، ما تقبل قبل ما توجب. الله يغفر للناس، الله يغفر لكل ميت. أمين يا رب العالمين، والله يهدي كل حي. أمين يا رب. هذا هو اللي نطلبوه في هذه الأسئلة. أمين يا رب العالمين. غير أنتم ذكرتوا على أنه إذا لم يكن مفرطا، يعني بمعنى أنه هذا ما عندوش الأيام الأخرى اللي يقضي فيها. أيه. ولكن شي مرة كيوقع كيكون الإنسان فطر في رمضان بسبب المرض، إوا اليوم نرد، غدا نرد، دازت 3 شهور 4 شهور 6 شهور 8 شهور مثلا، فتوفاه الله. كيتسالوا العائله ديالو، ولاده مثلا، واش يصوموا عليه؟ هنا كان بامكانه باش يرد ولكن ما ردش. هنا واش يصوموا عليه ولا يفدي ولا شنو يديروا؟ هذا عند المالكيه كاع الحاجات اللي هي في الرقابه ملازمه للرقابه، لا ينوب فيها احد على احد، وقلنا الا في باب الحج. اما مثلا واحد سيد باه او امه او قريب ديالو، نعم، اي قريب، ما صلاش شهر، ملي مرض غفل وما صلاش، ايه، ما كيسولوش على هذه الصلاه الملازمه. الصلاه كتكون كثيره استاذ. نعم، الصلاه كتكون كثيره، كيسولوا على الصيام لانها ايام معدوده. الناس دائما الاسئله كتجي على الصوم. نعم. ايوا حنا كنعرفوا القواعد 5 فيها الزكاه، هذا ما لا يطرح، فيها الصلاه هذه لا تطرح، فيها كان موسرا ولم يحج. هذه بعدك استاذ، كان موسرا ولم يحج، ما عمر شي واحد سول فيها لحد الان احنا في البرنامج. لا، ما غادي حين تصوم فيها الجوع، الصلاه فيها الوضوء، فيها النضوج، ما يسولوش عليها، والزكاه فيها الفلوس لا، والحج فيه الفلوس لا. ديال الزكاه بالخصوص كيجينا اسئله في فقه المعاملات، كنعرضوها في فقه المعاملات كثيره جدا، حول الناس كيسولوا على الاب ديالهم، توفي وعليه دين، واش واجب عليهم يقضيوه ولا لا؟ كاين هذا السؤال هذا. ولكن هذه المساله استاذ ديال القضيه ديال الحج،
ان مثلا الاب ديالي ولا الام ديالي كان عندها لاباس عليها او كان لاباس عليه وما مشاش للحج ما كيطرح هذا السؤال. اي هو كان مسير يملك الزاد والراحله ولكن تراها كيبقى في هل هو فرض على الفور او على التراخي. كيقولوا من كان مسير ولم يحج فالله حاسبه. يعني ما نقدوش عليه؟ لا الا لو بغى شي واحد يتطوع بعد يؤدي الفريضه ديالو. يمكن يتطوع مثلا ولده. يتطوع بعد اداء فريضته. بعد اداء فريضته. العام الاخر. اما باش يقول غادي نمشي هذا العام نحج على الوالد هو ما حج راه ادى الفريضه ديالو فقط. كل منا على هدف الحج وهو ما مأديش الفريضه لان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع واحد احرم عن واحد قال له الحاج تاع نفسي قال لا قال حج عن نفسك ثم عنه. نعم. كما قال صلى الله عليه الصلاه والسلام. اذا استاذ نعاودوا استاذ الصلاه ما كنقضيوهاش على شي واحد. الصوم كذلك ياك استاذ. اي يا سيدي اللي كيتقداش ناو الزكاه. الزكاه. والحج ان تطوعنا. ان تطوع. اي. علاش؟ الصلاه لانها ملازمه اكثر من الاكل. نعم. قرينة العمر. ما دام العقل موجود فهي لا تترك. وما دامت مثلا الانسان هو في الحياه من اللي قال لا يزي والد عن ولده هنا ايضا مثلا ولدي صلى الظهر وانا ما صليتش واش تزع لي في الظهر ما زاش. كل واحد خصو يصلي يعني هنا كل رقابه لان حتى رمضان في الرقاب هذا كيكثر عليه بزاف الاسئله ولكن خاصنا نكون ولا كنا نسولوا على هذه وهذه نسولوا على الاقارب ديالنا با مات وعليه دين كما فعل ذاك الصحابي اللي خلى بنيات وخلى هذا وخلى ولد واحد وقال لي ملي مات جا وبرك مهموم في المسجد قالوا يا فلان عبد الله بن جابر مالك قالوا با مات وخلى عليا ديون قالوا ان الله قد خاطب اباك كفاحا وقال لو تمنى فقال اريد ان اجاهد واقتل ثم اجاهد واقتل ولم يذكرك انت ولا اخوتك ولا اخواتك وتعاونوا وقضى الدين على باه وبقى مع اخواته حتى غناهم الله الى اخره. نعم. اذا ما كنقضيوش استاذ الصيام ما كنقضيوش الصلاه ولكن الفديه واش نخرجوه ولا لا؟ هذا الانسان اللي كان بامكانه باش نرجعوا للحاله اللي ذكرنا ديال انه كان بامكانه ان يقضي ما عليه من صوم واليوم غدا اليوم غدا تزاج شهور توفاه الله. قلت على ان الصيام ما نقضيوهاش عليه. بالنسبه للفديه واش نخرجوه عليه ولا لا؟ نصدقوا عليه. الفدية هي صدقة. نخرجوا عليه هذا نويها عليه صدقة نعينوا شي بركة كفدية على كل ميت هذه من باب التطوع. نعم. اللي هو تطوع لا إلزام فيه. نعم. باش ما نديروش الإلزام فيما لا يلزم. نعم. يكون شوية ديال الشفقة الوالدين المحبة ديالهم كبيرة بزاف والخدمة ديالهم كبيرة بزاف وحقوقهم كبيرة بزاف توحد ما نلوموه على السؤال. نعم. لكن كان بغيه يقوم بالجوانب كاملة. نعم بارك الله فيكم. الله يرحم والديكم. انتقلوا لسؤال آخر. سي نبيل الزهري يقول أدركت مع الإمام ركعة واحدة من صلاة العشاء فكيف كان علي قضاء ما فاتني من ركعات؟ شكرا لهذا السائل على هذا السؤال الوجيه جدا وهذا يجب ان يعلمه كل احد. احنا باش يكون كل واحد منا يعرف اشنو كيدير في الصلاه. لان كلنا كندخلوا في الصف بدون استثناء باش ما نكونوش تهمين الناس بترك الصلاه ولا هذا درك الركعه الاخيره من صلاه العشاء. نعم. هذا السيد غادي يجلس مع الإمام كيسميو ديك الجلسة مطاوعة لأن ماشي في بلاصتها. المطاوعة لماذا؟ لمراقبة ما على الإمام من سهو.
هل عليه سجود قبلي أم لا؟ هذا هو. علاش؟ لأن كل من درك مع الإمام ركعة كاع اللي في رقبة الإمام كيعود في رقبة هذا المأموم المسبوق، أما الأولين خلاص. نعم. كنتكلموا على المسبوق. هذا الإمام غادي نفرضوا ليه حاجة، أش دار؟ قرأ الفاتحة في الركعة الأولى ونساوها ود للركوع. نعم، ما قراش الصورة. ما قراش الصورة. عود للفرض. ما بقاش غادي يرجع للسنة. غادي يمشي يستمر. ولكن في النهاية غادي يسجد قبلي. أيه. هذا اللي دخل معاه ترتب في عنقه سجود القبلي. وخا هو ما حضرش ليه. ما حضرش، ولكن لأنه اقتدى به في كل ما عليه. مزيان؟ نعم. هو علاش جلس؟ هذيك التحية اللي جلس يتحي باش يشوف اشنو غادي يدير في الاخر. قاعد ديك البركة راه كتصفى عند الاخر، كانت سالمة راه غادي ينوض بحالاته، كانت شي حاجة طارية على الإمام راه غادي يقضيها معاه. مزيان؟ نعم أستاذ. سجد معاه البعدي. ناض. القبلي ياك أستاذ؟ القبلي سجد معاه. القبلي القبلي. عفوا، سجد معاه القبلي. ناض غادي يقرأ الفاتحة والصورة بالجهر اللي غادي تسمع ودنه باش ما يسوش على الناس في الصف. كاين مسبوقين كاينين اللي ناضوا يشفعوا لوتر. كل واحد من اللي سلم الإمام راه عنده شغال. مزيان. غادي يجيب هذا الركعة بالفاتحة والصورة والجهر اللي غادي يسمع هو. أيه. بأدب. هي الثانية ديالو. هي الثانية ديالو. وغادي يكمل الركعة والسجدتين ويجلس للوسطى. تشهد الأوسط. تشهد الوسطى. هلا قبل راهم عادوا عدوا جوجات. مزيان. غادي ينوض للثالثة يجيبها بالفاتحة والصورة والجهر اللي يسمع هو. ويكملها بسجدتها ويقوم الأخرى ويجيبها لأنها هي ثالثة الإمام. أيه. أش دار؟ ناض من اللي ناض بدا يقضي. قد الأولى لأنها فيتها بالفاتحة والصورة. أيه. وهي أولى الإمام. زين. وثانيته هو لأنه دارك الرابعة. أيه. ياك. أيه. ناض الأخرى اللي هي قد يجيب الثالثة فيتها بالفاتحة والصورة، هي ثانية الإمام. أيه. واضحة. قد يجيب ثالثة الإمام اللي هي كانت غير بس غير بالفاتحة. هي الرابعة ديالو غير بالفاتحة. اي هك هادي راه قلناها عامره من الوسط وخاويه من الجناب. اذا هذه الطريقه واضحه. اي هذا هو البناء والقضاء، البناء على الافعال والقضاء في الاقوال. قام يقضي الاقوال كيف فاتته، والاقوال هي الفاتحه والصوره. نعم. نعم. بارك الله فيكم استاذ، الله يجزيكم بخير. ننتقلوا لسؤال اخر. سؤال صوتي، مرحبا. السلام عليكم. الله يخليك. انا واحد المراه، الولد دابا عنده 60 عام وانا عندي 82، ودابا انا ما كنتش قدرت نرد داك الشهر اللي كلت فيه، ودابا كنطلب منكم اشناهو من الصدقه اللي خصني ندير باش نخلص هذوك الايام اللي كليت في النفاس ديالي من اللي ولدت ولدي. مرحبا. مرحبا لله، وتسمعين ان شاء الله الجواب. السائله استاذ كتسول على ان العمر ديالها الان 82 سنه، ولدت تقريبا عنده 60 سنه، من اللي ولدت هذاك الولد فترات رمضان، ومنذ ذلك التاريخ الى اليوم ما قدرتش هذاك الشهر هذاك. الان قلت لك ما بقاش قادره باش انها تصوم، لان السن راه تبارك الله 80 سنه فما فوق، مشات الصحه ومشات القوه. واش تكتفي مثلا هنايا بشي صدقه بشي فديه، ولا خصها يبقى في الذمه ديال هذاك؟ ملي ما قدرت شيء والعمر تقدم بها والطاقه ديالها مشات، ما تلاش عندها القدره تفدي وتستغفر لله ونطلب الله يقبل منا ومنها سيدي. وهذا التأخر أستاذ اللي كان وقعوا فيه بزاف المرات. نعم. لا من التأخر في القضاء، لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء، يعني هذول اللي باقي الآن كيسمعونا وباقي باقي الصحة وباقى يعني الصحة ما كدومش. وكيولي الإنسان تال آخر كيبقى يعني واحد السؤال تيبقى ديما شغلوا باله، لأنني راه ما صمتش مثلا واحد 15 يوم، ولا ما صمتش واحد الشهر، ولا ما صمتش كذا. هو اليوم غدا هذا العام هذا العام هذا العام حتى كتولي حد 15 عام 20 عام. هذا التأخر أستاذ ما علينا والو فيه، علاش؟ من ناحية شرعية.
كل عزلة من الشيطان. هذه كانت دائرة في المجتمع كيعرفوها من إلا خمس، من هذه الخمس قضاء الدين، سواء كان صوم أو صلاة، التعجيل به مخافة الفوات بالموت، هذا واحد من خمسة. إذن هي أمور العجلة ما كتبقاش فيها من الشيطان، بل ولي كتولي العجلة إلا مطلوبة، تكون مطلوبة مطلوبة، مطلوبة مطلوبة منها أن الإنسان يقضي ما عليه، يقضي ما عليه، لأن أستاذ الأعمار بيد الله، والإنسان تيبقى شكون شكون من أدرانا أننا غادي نبقى باش نفرغوا الرقابة إلا بغينا نطوعوا نلقاو الوقت، ما يبقاش ذاك الدين اللي علينا من صلاة ولا من صوم حابسنا على التطوع، لأن الدين الفرد يحبس على التطوع. إذا علينا شي دين مثلا ديال رمضان ما خصناش نصوموا التطوع تنأديوه، خصنا نأديو اللي في الرقابة، هذا لازم في الرقابة، خص يكون عندنا هذا في الحسبان سيدي. نعم أستاذ بارك الله فيكم. آخر سؤال في هذه الحلقة، سي نبيل من مدينة وجدة يقول: عندي إعاقة جسدية تجعلني أصلي في الغالب بالتيمم، وأحيانا أحتلم ولا أقدر على الاغتسال إلا بعد أيام خاصة في فصل الشتاء، فهل صلاتي صحيحة؟ وهل يمكنني قراءة القرآن في الهاتف حين أكون على جنابة؟ باختصار أستاذنا إن شاء الله أختم العقل. يقول إن عنده إعاقة جسدية أي تمنعه من الوضوء ولا يصلي إلا بالتيمم أحيانا، وعندما يكون الزمان باردا يحتلم ولا يقدر على الاغتسال، هذا يبقى يصلي بالتيمم، ولكن إذا كان جنوبا يتيمم لقراءة القرآن، لأن التيمم يقوم له مقام الاغتسال حتى يشفى، فإذا شفي يغتسل، يغتسل لابد. بالنسبة لقراءة القرآن قال في الهاتف، لكن يتيمم لتلاوة كلام الرحمن لا للنظر في الهاتف، لأن الهاتف ليس مصحفا. إذا صلاة صحيحة بالتيمم، صلاة صحيحة حتى يشافي الله أيه، وحتى يشوف الوضعية تسمح له باش أنه يغتسل، ثم أنه يقرأ القرآن، إذا بغى يقرأ القرآن الكريم ولو في الهاتف ماشي في المصحف أي لابد يتيمم، يتيمم أي لقراءة القرآن، لأن الجنابة تمنع قراءة القرآن بالنسبة للرجل لأن أمرها خفيف، فلا بد أن يزيل هذا المنع بالتيمم. وتمنعه حتى المرأة يا أستاذ؟ نعم حتى المرأة إذا كانت أي المرأة يعني كل شيء رجل ومرأة، لأن أي تمنع الكل علاش من اللي قال في الموجبات مجيب واحد نفاس إنزال إلى آخر الأبيات يا أستاذ، ولولان منع الوطأ إلى غسل والآخران قرآنا حالا. بالنسبة للرجل دائما وأبدا المرأة تارة يجتمع عليها الحيض والجنابة، يأتي الحيض بعد الجنابة كتبقى تقرأ وخا حيث الحيض يجوز لها، هذه خاصة كل واحد عنده نصيبه. نعم الرجل لا يمكن له إلا آية التعود، أما المرأة إما أن تجمع عليها الجنابة ثم يأتيها الحيض فتصير قراءتها جائزة لئلا تنسى، لئلا تنسى، هذا هو. نعم أستاذ بارك الله فيكم. إذا بالنسبة لسائل واحد القضية دي، هو سؤال على أنه يقرأ في المصحف، وقلت له على أنه خصو يتيمم لقراءة القرآن، لكن إذا بغى يقرأ في المصحف ماشي هو كيسول يقرأ في الهاتف، لا إذا بغى يشد المصحف هو جنوب وشي وما يعني عنده الظروف ديالو عنده يتيمم المصحف ويشد المصحف ويقرأ فيه. نعم نعم بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم فضيلة الأستاذ الفقيه سيدي العوني بن محمد الزاوية، وذكر أنكم عضو المجلس العلمي المحلي لعمالة صخيرات سمارة. أنتم أيضا أعزائي المشاهدين عزيزتي المشاهدات حان وقت توديعكم، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بحول الله مع قوته ومشيئته، إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.